تحية طيبة. توصل مختصون في طب الأعصاب بعد دراسة الأعراض الواردة في السيرة والأحاديث إلى أن النبي محمد كان مصابا بالصرع. مثلا سنة 2006 نشر عباس صدغيان كتاب سيف ونوبة، صرع محمد ونشأة الإسلام. وسنة 76 فريمون، وهو دكتور أيضا في طب الأعصاب، نشر مقالة بعنوان تشخيص تفاضلي للتعابير الإلهامية عند محمد نبي الإسلام. وسنة 2002 كوركوت نشر أيضا كتاب بعنوان تنبيه حياة الحالة الطبية لمحمد وغيرهم. وفما حتى من غير ذوي الاختصاص، مثلا من اختصاص طبي طبعا، مثلا ماكسيم رودينسون اللي يقول في كتابه محمد المنشور سنة 68 نوبات عصبية طبيعتها مرضية تماما. لكن خلينا مع المختصين في علم الأعصاب أفضل، ولنأخذ عباس صدغيان كمثال، وباش نعطي بعض النقاط اللي ارتكز عليها سي عباس هذا، واللي توصل من خلالها اللي الحالة اللي كانت تعتري النبي أثناء نزول الوحي هي حالة إنسان أصيب بنوبة صرع لا أكثر ولا أقل. ومن بعد ما نعطي كلام عباس صدغيان أتوا نبين الأخطاء اللي وقع فيها هو وغيره، لكن خلينا الساعة نسمع كلامه. جاء في صحيح البخاري عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعلق عباس صدغيان قائلا العديد من المرضى الذين يعانون من النوبات الصرعية الجزئية المعقدة يعانون من هلوسات سمعية وبصرية، حيث يعتقدون أنهم يسمعون أو يرون أشياء، وخاصة صوت الجرس. سماع صوت الجرس هو واحد من أعراض النوبات الصرعية الجزئية المعقدة المعروفة جيدا عالميا، وأحد أسهل الأعراض للتوثيق. إذن فإن النبي كيجي الوحي يسمع صلصلة الجرس، وعند عباس صدغيان واحد علماء طب الأعصاب إنه صلصلة الجرس هذه صوت الجرس يسبق الأعراض الصرع. وفي صحيح البخاري كالعادة قالت عائشة ولقد رأيته، أي رأت النبي، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. برد شديد والنبي عرق. يعلق صدغيان أحد الأعراض الفسيولوجية الموثقة جيدا للنوبات الصرعية الجزئية المعقدة هو التعرق الزائد. العديد من الأشخاص الذين يعانون من نوبات صرعية جزئية معقدة يعرقون بشكل مفرط بغض النظر عن درجة الحرارة. كم حديث آخر زاد، نأخذ مثال آخر في صحيح مسلم، قال كان نبي الله إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. يعلق زاد الصدغيان يقول عرض آخر شائع للنوبات الصرعية يعرف بعبوس الوجه نتيجة للتغيرات العضلية أثناء النوبة، يميل المصابون إلى شد عضلات وجوههم. ويزيد عباس الصدغيان يستعمل حتى أعراض هامشية يضيفها لتدعيم فكرته، فيقول مثلا معلق هنا على الحديث هذا في البخاري وغيره اللي يقول عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي فوجدته يستن بسواك بيده يتسوق يقول هك هذا الحديث، معناها النبي يقول والسواك في فيها السواك في فمه كأنه يتهوع أي كأنه يتقيأ. يعلق هنا عباس صدغيان يقول تبدو مشاكل المعدة التي كان يعاني منها محمد مزعجة لدرجة أنه حتى انتهك قواعد الصيام. كان أتباعه مندهشين من أن النبي يتجاوز النهي عن تنظيف الأسنان أثناء الصوم، وهذا ليش؟ لكن محمد كان دائما في حاجة ماسة إلى تنظيف أسنانه، وكان يعرف دائما بأنه يحمل معه أعواد السواك. هو يفسر صدغيان هذا السواك اللي يصنع فيه النبي باش ينقص له من مشاكل المعدة اللي عنده. يقول
ويضيف: في حالة محمد كان هناك ترابط مباشر بين تنظيف أسنانه والغثيان الذي يرتبط بأعراض الشق الجزئي المعقد للنوبات الصرعية. هذه مجرد أمثلة، ومعناها مش نقعد هنا نحكيه على التابع بصدغيان، وإنما أغلب الذين يعني يطرحون المرض بأن النبي مصاب معناها بالصرع يعتمدون يعني هذه الروايات. وموضوعيا من ناحية الموضوعية لا لوم على هؤلاء الأطباء، فهم وجدوا أعراضا أمامهم ذكرتها كتب التراث وقاموا بالتشخيص اللازم وتوصلوا إلى أنها من أعراض الصرع. هذا ما يقول العلم، رغم أنهم يستعرفون منذ البداية أن الاعتماد على الروايات وحدها لا يكفي، وإنما يلزم فحص المريض بطبيعة والقيام بأشعة وتصوير وغير ذلك. وبالمناسبة التشخيص الطبي هذا ليس موجها ضد النبي محمد بالذات، فهناك علماء نفس وأطباء أعصاب تحدثوا عن الأنبياء القدامى أيضا. فمثلا يقولون أن إبراهيم كان مصابا بهلوسات سمعية وبصرية والبارانويا، حسب مقال نشرته مجموعة من العلماء ولا نشره مجموعة من العلماء سنة 2012 في مجلة جدية جدا تعرف بمجلة علم الأعصاب والعلوم السريرية العصبية. ويقول زاد أن موسى وعيسى كذلك عندهما هلوسات سمعية وبصرية، ويرى هؤلاء العلماء النبي إبراهيم كان زاد مصابا بالسكيزوفرينيا. يعني تصور أحدهم يقول لك إنه حلم بأنه يذبح ابنه، وسوف يحقق هذا الحلم على أرض الواقع لأنه أمر من السماء، ويذهب فعلا لذبح ابنه. ماذا تفعل؟ في زمننا الحاضر من المؤكد سترى أن المكان الطبيعي لهذا الشخص هو مستشفى الأمراض العقلية، لكن كي تكون الحكاية قديمة ومغلفة بالمقدس تصبح يعني شيء آخر وأمر طبيعي. المهم هكذا يفسر العلم هذه الظواهر بعيدا عن الإيمان. فالتفسير العلمي شيء والتفسير الإيماني شيء آخر، لا نخلط بينهما. أنت تصدق قصة إبراهيم من منطلق إيماني، بينما الطبيب يفسر من منطلق مادي تجريبي، وبالتالي فالأرضية الإبستيمولوجية مختلفة. به خلينا توا نرجع الآن إلى تشخيص صدغيان حول النبي محمد، ونسأل سؤالا علميا ومنهجيا واضحا: ما مدى صحة الروايات التي اعتمدها في تشخيصه؟ يعني قبل أن تتوصل إلى نتيجة أنه مريض بالصرع أو بغيره، هل أن المقدمات التي بنيت عليها تشخيصك صحيحة؟ أي هل الروايات هذه كل صحيحة؟ حسب علم الحديث هذه الروايات نعم صحيحة، وهي في صحيح البخاري ومسلم، وصحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن كما يزعم المدمغجون. لكن دعنا الآن نتحدث علميا فعلا بعيدا يعني عن الأحاديث، ونستعمل المنهج المقارن لفرز هذه الروايات. شنو المنهج المقارن؟ بتفصيل شديد، هو مثلا حدثت جريمة، ضابط شرطة يسمع الشاهد الأول ويسمع الشاهد الثاني إلى آخره، ثم يقارن بين تلك الروايات ويبحث عن الثغرات ونقاط الاتفاق والاختلاف. هذا باختصار. نحن سنلعب دور ضابط الشرطة في كل هذه يعني الروايات. أقدم نص أجنبي وصلنا يصف لنا هذه الحالة، أي حالة النبي مصاب بالصرع، هو لرجل الدين والمؤرخ البيزنطي تيوفانس، توفي سنة 818 ميلادي، لكنه مولود في تقريبا 5 سنوات بعد تولي أبو جعفر المنصور الخلافة، يعني في بداية الدولة العباسية هو مولود. يقول تيوفانس النبي كان يشكو من الصرع، وحينما علمت زوجته بذلك أصابها الحزن، فلا يكفي أنها تزوجت من فقير بل ومن مريض بالصرع أيضا. تيوفانس هنا اعتمد المصادر العربية في حديثه عن النبي، وهو في القرن التاسع، أي أن سيرة النبي اكتملت وانتهى تأليفها، وأصبح في هذه السيرة يسمع صلصلة الجرس ويتربد وجهه إلى آخره. وبناء على ذلك استنتج تيوفانس قصة الصرع، يعني هو أصلا ما عندوش مصدر خارج المصادر الإسلامية، يعتمد على المصادر الإسلامية لكن يأولها كما أولوها زاد الأطباء يعني اليوم الأعراض هذه، قال لك هذه أعراض الصرع.
لكن السؤال هنا، هل هناك مصدر آخر وصلنا؟ قبل تيوفانس تكلم عن كيفية نزول الوحي قبل تأليف السيرة أصلا، يعني قبل ما تتجد السيرة والأحاديث، فماشي هكا إنسان معاصر على الغيب. الجواب نعم، نعم، حسن الحظ، ولحسن الحظ أول مصدر غير إسلامي من المصادر الإسلامية، ما نحكيوش عليها، نحكيو على باش نقارنوا بيناتهم. أول مصدر غير إسلامي تكلم عن كيفية نزول الوحي قبل تيوفانس بحوالي 70 سنة هو يوحنا الدمشقي، توفي سنة 749 ميلادي، وكان يعمل عند عبد الملك ابن مروان في الدولة الأموية. كتب كتاب الهرطقات، تناول فيه الهرطقات المسيحية منذ القرن الأول الميلادي وحتى القرن السابع، وخصص الفصل الأخير عدد 100 للإسلام، حيث يقول في حواره مع المسلمين، دوش تبسو من كتاب يوحنا الدمشقي، يسألهم، هو عمل حوار مع المسلمين، يسألهم ويجاوب ويجاوب، وهذا معناه حوار جدالي، يقول كيف نزل القرآن على نبيكم؟ فيجيبون لقد نزل القرآن عليه أثناء نومه. هنا يستغرب سي يوحنا الدمشقي، قل لهم أنت هو في محمد شرع لكم في القرآن ألا تفعلوا شيئا دون شهود، وألا تعقدوا صفقات دون حضور شهود، فكيف لم تقولوا له ائتنا بشهود أنت أولا تثبت بهم أنك نبي؟ أخي هو يعني هذا جدال عقائدي بين كل واحد يحب يثبت دينه. المهم اللي يهمنا نحن في المعلومة هذه إنه المسلمين وقتها جاوبوا يوحنا الدمشقي، قالوا له راهو الوحي نزل عليه أثناء أنه، ما قالولوش راهو كان يبدأ بيناتنا ويجيه جبريل يكلمه، ما قالولوش راهو يجيه مثل صلاة الجرس وراهو نغزرولو، ما قالولوش نزل القرآن عليه أثناء نومه. إذن يوحنا الدمشقي يعارض الوحي النازل على محمد بوصفه حدث دون شهود، أي أثناء النوم. ثم بعد نفسر معنى أثناء النوم التي يقصدها المسلمون، مش مقصود بها النوم إنه كان ريقد وهبط عليه الوحي يقوم في الصباح يقول لهم ها جاتني سورة أو جاتني آية، يعني فما تفسير آخر. المهم نكمله، عاد يقول هنا إنه المسلمين قالوا له أثناء النوم، ولو فرضا إنه المسلمين هذا قالوا له لا مراهبط على الوحي في ذكروا العوارض الأخرى المذكورة في السيرة، فإنه من المؤكد 100% يوحنا الدمشقي كان باش ياخذها ويعتبرها هذه هلوسات مجنون مريض بالصرع كما عملها بعده تيوفانس، لكن هو ما قالولوش هذا لأنهم أصلا ما يعرفوش الحكاية هذه. وإذا كان قارنا هذه الرواية بالمصادر الإسلامية فإنه يجد مكانه في قول عائشة في صحيح البخاري اللي توفيت سنة 58 هجري، عائشة: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، أو أول ما بدأ به رسول الله. إذن الرؤيا الصالحة في النوم. وابن إسحاق ينقل عن عبيد بن عمير الليثي، وهذا توفي سنة 73 هجري، يقول على ذا يتحدث وقت الرسول في غار حراء وجاه جبريل أثناء نزول الوحي، يقول قال رسول الله فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ، قال قلت ما اقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. يعني هنا سي عبيد بن عمير هذا اللي نقل عليه ابن إسحاق يرى إنه الوحي حينما نزل عن النبي في الغار كان النبي نائما، جاءه جبريل في المنام. نواصلوا. إذن بعد مقارنة الروايات ومراجعة الروايات غير الإسلامية اللي هي الرواية تقول الوحي هو عرض من أعرض، معناها كان مريض بالصرع، لكن الرواية هذه متأخرة، بينما الرواية المبكرة اللي في عهد عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية تقول إنه الوحي كان ينزل عليه أثناء النوم. نزيدوا نحط المسألة في إطارها التاريخي. عنا نص باليونانية يعود إلى سنة 640 ميلادي، أي 18 هجري. هذا النص مهم جدا لأنه يقول فيه إن اليهود تبعوا محمدا، تبعوا النبي، آمنوا به. تيوفانس نفسه اللي حكي على حكاية الصرع يقول هو بيدو عندما ظهر، ويبدو أنه هذه المعلومات هذه نقلها على ما من غير المصادر العربية،
من المؤكد أنها مصادر يونانية أو مصادر سريانية. يقول عندما ظهر في البداية أي محمد تم تضليل العبرانيين، يقصد اليهود، واعتقدوا أن محمد هو المسيح المنتظر. كلمة المسيح المنتظر نفسرها هنا في كتاب القادم، شو المقصود بها؟ مش المقصود بها المسيح، لأن المسيح يلزم يكون من نسل داود، لكن هم يعتمدوا على أنه فما نبي باش يسبق مجيء المسيح. النبي هذا باش يكون أيضا مسيح، مسيح بمعنى ممسوح بالدهن، الدهن هو الزيت، يعني انه انسان يكون انسان مقدس وهو الذي سيفسر الشريعه. ونجد يعني صديق هذا في القران، لكن مش وقته هذا. المهم يقول هو هنا تيوفانس اعتقدوا انه المسيح المنتظر الذي كانوا ينتظرونه، لذلك جاء بعض قادتهم اليه، قبلوا دينه وتخلوا عن دين موسى الذي نظر الى الله. كان عددهم 10 وبقوا مع محمد حتى وفاته، هم 10 قاده يعني بغض النظر عن اللي تابعين القادة هذا. إذن اليهود تبعوا محمد في البداية وصدقوا النبوة نتاعو، غير أنهم تراجعوا لاحقا حينما رأوه لا يطبق بعض وصايا التوراة في عدم أكل لحم الجمل وتعظيم يوم السبت إلى آخره. فلو كانت الأعراض التي تنتابه مجرد إصابة بالصرع كما يقول تيوفانس ولا لما اتبعوه منذ البداية، فاليهود يعرفون هذا المرض. ما مش ممكن يقوم يتبعوا إنسان يعرفون معناها مريض بالصرع، معناها غير معقول، لأنهم فعلا اعتقدوا أنه نبي. وزيد ثم نقطة أخرى أيد اللي نحكي فيه، وهو أن العرب أنفسهم يعرفون مرض الصرع. ففي صحيح البخاري ذات جاءت امرأة إلى النبي وقالت له إني أصرع وإني أتكشف، أي يكشف ثوبي عني، فهمت؟ فادعوا الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. إذن هنا المرأة جاية تتشكى، اللي هي مريضة بالصرع جاية تتشكى للنبي. وقد كانوا يعتقدون قديما أنه أو أن هذا الصرع بسبب الأرواح الخبيثة، أو هو مس من الشيطان كقول القرآن كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أو كقول الشاعر وكيف يفيق الدهر سعد بن ناشب وشيطانه عند الأهلة يسرع. وهم يطلقون لفظ المجنون على من تنتابه هذه الحالة، مثل قول أبي هريرة لقد رأيتني أسرع بين حجرة عائشة والمنبر، فيقولون مجنون وما بي جنون إلا الجوع. شوف لاحظ يعني أبو هريرة يستعمل كلمة أسرع وكلمة الجنون، فهو تنتابه حالة تشبه الصرع من شدة الجوع، لأنه كان من أهل الصفة. أهل الصفة هذم الذين كانوا يتسولون في المسجد ويعيشون على الصدقات. وربما أسجل حلقة في المستقبل عن أبي هريرة ورحلته من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش، حتى أنه صار يتمخط في الكتان، لكن هذا موضوع آخر، خلينا نقعد في موضوعنا توا. إذن نستنجو إنه نقطة سادة، إنه القرآن نفسه نفى الصرع، لأنه كانوا معناها يتهموا بالجنون، الجنون هو الصرع، فقال ما صاحبكم معناها بمجنون، ونفى عليه أيضا الجنون. إذن بناء على ما سبق، الرواية المبكرة الأولى تتحدث فقط عن الوحي أثناء النوم. ثانيا اليهود اتبعوا النبي في البداية، ولو كان الذي يصيبه صرع لما تبعوه. ثالثا العرب كانوا يعرفون هذا المرض. نستنتج أن النبي شنية الحالة اللي كانت تجي، هذه يقولون الحالة اللي كانت تجي هي حالة من الانخطاف أو الغشية، أو التي تسمى ترانس، هي اللي يسميها المسلمون النوم في محاورتهم مع يوحنا الدمشقي عليه، أو أن يوحنا هو نفسه ترجمها إلى كلمة نوم. حالة الغشية هذه يتفق في أعراضها أغلب الأنبياء، مع اختلاف في بعض التفاصيل. مثلا سفر العدد يصف حالة الوحي، يقول يسمع كلام الله ويرى رؤى القدير ويسقط لكن بعيون مفتوحة. على كل حال هذه الغشية التي تصيب النبي فيحتقن وجهه، وأحيانا يدخل في غيبوبة ويشخر، يعني فما حال تقول أنه هذا كان يعني نوعا من الغيبوبة ويصدر شخير، هي حالة ترانس معروفة عند الأنبياء منذ القدم، ويعرفها اليهود جيدا، ولا علاقة لها بالصراع إطلاقا. وحتى القرآن نفسه
لم يفسر كيفية الوحي، وقال: يسألونك عن الروح، قل هو من أمر ربي. واحد يقول لي أش مدخل الروح في الوحي؟ أحب نقول لكم إنه من معاني الروح في القرآن هو الوحي، ولا علاقة له بالروح التي نعرفها اليوم. فالقرآن يستعمل كلمة أخرى للتعبير عن الروح التي نعرفها اليوم، وهي النفس. فيقول مثلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون، ما قالش أخرجوا أرواحكم. فالروح في القرآن لها معنى آخر. مثلا يقول: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فالروح هنا هو الوحي، يلقيه على من يشاء من عباده لينذر يوم القيامة، يعني يلقيه على الأنبياء. ومن هنا نفهم قوله: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي أنهم جاءوا يسألونه عن ماهية هذا الوحي، كيف يأتيه وما هو. فقال أو قال له القرآن: قل هو من أمر ربي. هذا في القرآن، يعني ما فيهاش تفسير. أما في الأحاديث فصار يأتيه مثل صرصرة الجرس، وأحيانا يأتيه جبريل شخصيا يكلمه رجل لرجل. وهذا في علم النفس أصلا من أعراض السكيزوفرينيا. كملنا الحلقة اليوم، أرجو أنها كانت مفيدة وقدمت إضافة ولو صغيرة. وإذا في أسئلة فالرجاء كتابتها في التعليقات لا على الخاص. شكرا لكم على الانتباه.